مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من فضلك. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه من فضلك اشترك. هنتكلم النهارده عن نجمه سوريه كل الناس بلا شك عارفينها وبيرتبطوا معاها بذكريات على شاشه التلفزيون. الفنانه دي اختفت فجاه وظهرت مؤخرا بصوره يمكن يكون الناس بيقولوا عليها مفزعه. تعالوا نتعرف النهارده على الفنانه نورمان اسعد. مولودة في 22 يناير سنة 1975، هي سورية الأصل. قدرت من خلال ظهورها على الشاشة إن هي تلفت أنظار الملايين من المحبين اللي كانوا بينتظروا جديدها بشغف. بدأ اسم نورمان أسعد إن يلمع في عالم الفن وهي عمرها 16 سنة. لعبت أدوار ثانوية عديدة لمعت فيها، زي مثلا مسلسل طوق الرياح مع الممثل خالد تاجة، ودورها البطولي في مسلسل يوميات جميل وهناء مع الممثل أيمن زيدان، واللي لاقى انتشار واسع جدا وقبول كبير من الناس، لدرجة ان الناس لسه فاكرين المسلسل ده لحد النهاردة. وعدى المسلسل ده حدود سوريا ووصل لكل البلدان العربية، والحقيقة أنا واحد من الناس اللي كان بيستنى المسلسل ده. نورمان أسعد شاركت في عدد كبير من الأعمال، وتعتبر أول ممثلة سورية تقدم أدوار استعراضية راقصة من خلال فوازير مين وين مع الممثل باسم ياخور وأيمن رضا. طبعا الممثلة نورمان أسعد في الحقيقة أن هي درست الحقوق، لكنها ما مارستش أبدا المحاماة وفضلت في عالم الدراما لسنين طويلة انتهت بالاعتزال. لمعت الممثلة نورمان أسعد في عالم الدراما من خلال أدوارها المميزة، ليها العديد من الأدوار سواء على الشاشة الصغيرة التلفزيون أو على خشبة المسرح أو السينما. في السينما شاركت في أكثر من فيلم سوري، منها رحلة 21، الرسالة الأخيرة، والعاشق. أما بالنسبة للمسرح فشاركت في مسرحية الاقتصاب سنة 1992، ولكن الشاشة الصغيرة كان ليها الحصة الأكبر في مسيرتها الفنية، وقدمت على الشاشة أكثر من 30 عمل درامي، أبرزها ألو جميل، ألو هناء، وهوى بحر، جواد الليل، ويوميات جميل وهناء. بعد ما انتهت نورمان أسعد من تصوير مسلسل يوميات جميل وهناء، اتجوزت من الممثل أيمن زيدان اللي شارك معاها البطولة في المسلسل ده. إلا أن الحياة ما كانتش مستقرة، فاضطروا أن هما ينفصلوا، وعدت أيام واتجوزوا مرة تانية بعد سنة من الانفصال. دام الزواج ما بينهم 3 سنين، لكن انتهى بالانفصال في نهاية 2003 بعد ما خلفوا بنتهم الوحيدة جودي. سنة 2004 اتجوزت نورمان من المخرج العراقي عدنان إبراهيم، وانفصلت عنه سنة 2007. اتجوزت بعد كده من رجل الأعمال والسياسي الكردي العراقي نهرم محمد عبد الكريم، وخلفت منه 4 أولاد. بعد الجواز الثالث في 2007 أعلنت الممثلة نورمان أسعد أن هي اعتزلت التمثيل تماما، وظهرت في 2011 كظهور إعلامي أخير ليها اتكلمت فيه وقتها عن موقفها من الأزمة السورية، بالإضافة لتكريمها كضيفة شرف خلال نفس السنة في حفلة خيري خاص أقيم في أحد الجمعيات. إلا أن في شائعات بتقول أن هي هترجع للفن الفترة اللي جاية، لكن مصادر مقربة من الممثلة نفت الموضوع ده، وقال أن نورمان أسعد بتنذر حياتها لعائلتها وأولادها. الممثلة الجميلة اللي احنا كنا بنشوفها على الشاشة وبنحبها عدت في حياتها مرحلة صعبة جدا، المرحلة دي يمكن تكون مؤثرة على حياتها لحد النهاردة. سنة 1997 اتعرضت لحادث سير اتقلبت فيه العربية بتاعتها حوالي 7 مرات، وده وهي رايحة تكمل مشاهد ليها في مسلسل اسمه هواء بحري. وبعديها بسنة يشاء القدر ان هي تتعرض لحادثة تانية، الحادثة دي ما كانتش اقل خطورة من الحادثة الاولى، ويقال ان هي خضعت لعمليات تجميلية علشان تعالج الجرح الكبير اللي كان في الجبين والانف، وكان وقتها بتصور احد اعمالها. بعد اعتزال الممثلة نورمان اسعد، ويمكن يكون الذاكرة بتاعة الجمهور طبعا بتنسى
كل حاجة، ومنها نسيت الفنانة نورمان أسعد وتوارت على الأنظار وما بقتش تظهر زي زمان، ولكن رجعت بقوة خلال الأيام اللي فاتت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما تداولوا صورة جديدة ليها. الحقيقة أن الصورة ظهرت فيها بشكل مختلف تماما عن الشكل اللي احنا متعودين نشوف بيه الفنانة نورمان أسعد. بعض التعليقات قالت انها بلغت جدا في عمليات التجميل لان ملامحها اتغيرت تماما، وانت بتبص للصورة تحس ان هي شخص اخر عن اللي انت تعرفه، والناس بيقولوا ان هي اصلا ما كانتش محتاجة تعمل اي عمليات تجميل. الا ان بعض الاخبار قالت ان نورمان عملت عمليات التجميل مش علشان رغبة منها ان هي تحسن في شكلها، ولكن هي كانت بتعمل عمليات التجميل الكتيرة دي علشان تداري أثار حوادث السير اللي وقعت فيها وغيرت ملامحها عمليات التجميل. وساعات عمليات التجميل اللي بتبقى ناتجة عن الحوادث ما بيبقاش الشخص اللي بيعملها عنده رفاهية الاختيار قوي، يعني علاجها ساعات بيكون البني آدم وقتها مجبر ان هو يغير شكله ويظهر بمظهر تاني خالص، لان دي حادثة سير و الحوادث يعني بتحتاج ان البني ادم يكون مرن شوية في اختيار هو هيعمل ايه في وشه بغض النظر عن النتائج. وعندنا الحقيقة امثلة كتيرة نقدر نشوفها ونعرف التفاصيل بتاعت الناس اللي اضطروا ان هم يعملوا عمليات تجميل بسبب الحوادث. حلقة الفنانة نورمان اسعد خلاص خلصت، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، واتمنى ان انتم تقترحوا علي بعض الشخصيات علشان اعملها في الحلقات اللي جاية. شكرا لكم، اشوفكم على خير في حلقة جديدة، مع السلامة.